موجز إخباري جديد من أون لايف، أسعد الله صباحكم. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمقر رئاسة الجمهورية، ويبحث الرئيسان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام بعد انتهاء مباحثاتهما. هذا وتستضيف القاهرة اليوم أيضا قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس. وقالت رئاسة الجمهورية إن القمة الثنائية ستبحث التطورات الخاصة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وسبل التعامل مع الأزمة بما يحفظ حقوق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يعقد اليوم البرلمان العربي جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس الشريف واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، فضلا عن اتخاذ إجراءات نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى مدينة القدس. وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي قد دعا لعقد الجلسة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. فقرات صباح مستمرة مع حضراتكم بإذن الله.